يلا. يمكن كان في شوية تفاصيل هيك مرتبطة بالطفولة أكثر بالنسبة لشهر رمضان، أكثر من وقت أنا صرت كبيرة بالعمر، يعني قصدي بعد صغيرة بعد ما كبرت. بالنسبة لنا طبعا جمعة العائلة، وقت الإفطار، هذا الوقت الرائع اللي هي الثواني الأخيرة، أصعب شيء بالطقس تبع الفطور. وكنا بتذكر بسوريا نحن عنا خبز خاص برمضان، هو بس بينعمل بهذا الشهر، اكيد معتصم بيعرفه، بنسميه الناعم، يلي هو هيك مثل خبز بس كتير رقيق، وبيكون بيقرمش، بحطوا له دبس، مو دبس الرمان، دبس العادي اللي بيطلع هيك على حلويات. هي هذا واحد من الطقوس دائما، يعني نحن من سنه لسنه، طبعا بخلال السنه ابدا ما بينباع هذا الخبز، فقط بشهر رمضان. لا هلا عم ينباع خلال السنة، عم ينباع لا معتصم، لا ما مسموح، عم شوفه بالطريقة. عم بغش. وفي طبعا يعني المأكولات اللي خاصة برمضان، الطبخات اللي بس تنعمل بهذا الشهر، في الطقس اللي بعد الإفطار، بين الإفطار والسحور، جمعة العيلة كلها. مؤخرا على التلفزيون يعني بتعرفوا صار هذا موسم لمتابعة أعمال، لمتابعة مسلسلات، إن كان سورية أو مصرية أو خليجية، يعني شوفي للسعادات برمضان. تغيرت بالنسبة للعادات، كنت كبيرة على وأنت صغيرة؟ لا هلا في شيء تغير، أنا يعني أنا تغير الارتباط بالطقس، لأنه أنا كمان صار عندي عائلتي، فيعني ما عاد كتير عائلتي صغيرة. فقبل كانت الجمعة أكبر بكتير، مع الأهل، مع الأخوات، مع القرايبين، صارت العائلة صغيرة جدا، فنحن هيك يعني حتى المأكولات كتير أنواع خفيفة وقليلة، ملمومة وحلوة يا حلوة. بتذكر شيء كتير حلو؟ أيوة. لا تذكرت عن رمضان والعيد. أوكي. إذا بدكم لما كنت صغيرة، أنا كنت صغيرة بالزمن، هي طبعا كنت صغيرة اكتشاف. ما كنت بعرف هذه المعلومة. لما كنت صغيرة تقريبا كان عمري يمكن شي 7 سنين أو 8 سنين، كنت أنا وأخي نعمل بسطة. البسطة هي عبارة عن طاولة تحطي لها هيك غطاء مرتب، وننزل بالشارع نحط فيه، نبيع بسكوت، يعني البزنس تبع الأطفال يعني، يعني هيك هذا أول مشروع شغل، فبيع بسكوت وشوكولا وبونبونات وأشياء يعني اللي بيحبوها الأولاد، وبهي اللي بحصل عليه من المصاري بستأجر بسكليت أنا وأخي. ما شاء الله. بزنس. بيسوق طبعاً بزنس قائم بحد ذاته. عم يكبر يعني. بيسوق مسكر، ونحن هذا رأس المال المفروض يعني إنه منبيع من جمع رأس مال طبعاً. بس ولا مرة نجحنا ورجعنا رأس المال، لأنه هي البسطة إما عم باكلها أنا وعم ياكلها أخي أو عم نستأجر بسكليتات. فهي هلأ هيك تذكرتها يعني بذكريات رمضان. هذا البزنس ما فيه ربح. أيوة تماماً. بس خسارة كل الوقت على الأهل.